السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابالاتي شهيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم بقلاوة جد لذيذة ورائعة في الشكل والمذاق. ستجدون رابط الوصفة بصندوق الوصف على موقعي www.latishiwat.com. رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى 250 غرام من الكاوكاو محمر في الفرن بقشوره، نحيدو له القشور ونص نخليوه بالقشور ديالو، مطحون مهرمش يعني ماشي مطحون مزيان مزيان. 250 غرام ديال اللوز حتى هو محمر في الفران ومهرمش بالقشور ديالو، واحد الساشي ديال الفاني، معلقة صغيرة ديال القرفة، واحد 200 غرام ديال الزبدة مذابة، والورقة ديال البسطيلة 500 غرام. انا عندي هنا هذا النوع وهذا حتى هو، هذا ديال ليدل وحتى ديال كاريفور كونسوم، حتى هما زوينين. وواحد 3 معالق كبار ديال ماء الزهر باش غادي نخلطو الخليط ديالنا، والعسل باش غادي نعسلو ان شاء الله البقلاوه ديالنا. نمر الى طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نمزج اللوز مع الكاوكاو باش يتخلطوا مع بعضياتهم مزيان. ضفت ماء الزهر وغادي نحرك الخليط ديالنا، ما غاديش يكون يعني معجن ولا شي حاجه، غادي يكون عادي بحال هكذا مهرمش، واحد شويه مفزق وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للورق الفيليو انا خديت واحد التربيته نقيه رشيتها غير هكذا، كنغطس اليد ديالي في الماء وكنرش هكا، وغادي نحط فوقها الورق ديال الفيليو ونغطيها بواحد السربيته اخرى هكذا باش نتفاداو انها تنشف لنا. ها هي البرقه ديالنا كيف كتلاحظوا، ها نتوما اول مره غادي نخدم بهاد الورقه ديال الفيليو بهاد الماركه هادي، الصراحه كتبان زوينه بزاف، صيفطاتها لي الصديقة ديالي من بلجيكا، كنشكرها بزاف. ودابا غادي نغطيها هكا ونبدي نخدم ان شاء الله. انا ديما كنستعمل الورقة ديال الفيليو، كنشريها من كاريفور، صراحة زوينة بزاف بزاف. هنايا سرحت واحد الورقة ديال الفيليو وواحدة اخرى، دابا غادي نرشهم بشويه ديال الزبده، ماشي بزاف يعني حاجه قليله هكا. وغادي نستعمل هذا العود، هذا استعملي العود اللي عندك، غادي نطوي هنايا واحد الطويه هكذا، نحط العمود ديالي اوكي، وغادي نجيب العقده اللي درت الحشوه ديالنا ديال اللوز، وغادي نبدا نرش هكا ونبدا كنلوي بطريقه جد سهله وبسيطه، يعني كنحاولوا غير بشويه حيت الورقه ديال الفيليو هي كتمزق الا ما عرفتيش تخدمي بها.
هانتوما. ودابا غادي ندير هاد العملية ديال باش نعطيها هادوك لي بلي. هانتوما غادي نجيب السني ديالي اللي بغيتي اللي غادي ديري فيه، وغادي نحاول انني هانتوما باش يبقى هذاك لي بلي اللي درنا لها. هذا اللي ما جاتليش حقا، غادي نديرها هكا في هاد الناحية. وغادي نعاود معكم واحدة اخرى ان شاء الله. جوج ديال الورقات ونرشو بالزبدة مذابة هكذا، حاجة سهلة. ويا هنا على هذا الشكل، وغادي نحط العمود ديالي وغادي نرش الحشوه هنا. كتعجبني الحاجه كتكون فيها الحشوه بزاف. نتوما داكشي كيبقى اختياري. وها حنا نبداو نلويو بهاد الطريقه. هنايا مسقت لي التحتانيه، نحاول انني نصاوبها. نكملو هكا، وغادي نجي هنا في الجناب ونضغط بهذا الشكل هذا. من بعد كتجيني سهله باش نديها السين ديالها هكا. صراحة سهلة، طريقة سهلة والمنظر زوين. غادي نسالي البقلاوة ديالي بهذا الشكل هذا ونرجع معاك. بعد ما ساليت القطان ديالي ديال البقلاوة، غادي ندهنهم بالزبدة مزيان هكذا كيف كتلاحظوا. نكترولهم مزيان استعملت 250 غرام ديال الزبدة، 150 غرام ذوبتها في الأول باش كنت ندهن الورقة ديالي، ودابا زدت 150 أخرى باش كندهن مزيان. من بعد غادي نقطعها يعني على حسب الاصابع اللي بغيتي هكا كيف كتلاحظوا. نوصلوها للقاع ديال الصني السكين ديالنا هكا. حسب الاصابع اللي بغيتيهم طوال بغيتيهم قصار. بحال هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندخلها للفران مسخن من قبل حتى نشوفوها تحمرات مزيان، وغادي نحيدوها ونديرو مباشره فوقها العسل. هذا هو الشكل النهائي للبقلاوه ديالنا، كتجي جد لذيذة ورائعة. التزيين دائما اختياري، اعتذر عن عدم تصوير
سقي البقلاوة بالعسل. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. أنتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.